السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحة ديالكم مزيانة، كل شيء وداك. في هاد لا فيديو كاين جوج أخبار مهمين للغاية. واحد على زياش والاقتراب ديالو من العودة للمنتخب المغربي، بحيث أن الصديق ديالو فجرها بالتويت هادي. لكن قبل هذا غنعطيكم جدول رسمي ديال مباراة المنتخب المغربي كاملة، من الماتش أميكال حتى الماتش ديال سفيت كان، بالوقت وبالمواعيد والملاعب. نبداو بالتفاصيل. أول حاجة تحدد رسميا الموعد للمباراة المنتخب المغربي. أول حاجة غادي يبداو ماتش أميكال أو مباراة ودية، غادي تكون في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الأمريكي نهار جوج، والماتش الثاني إن شاء الله غادي يكون بشكل رسمي ضد جنوب أفريقيا في التصفية ديال كان 2023، غادي يكون إن شاء الله نهار 9 يونيو، يعني 9 شهر 6 على الساعة 8 بتوقيت المغرب، وغيتلعب الماتش في الرباط في مركب الأمير مولاي عبد الله. والماتش الاخير عندهم ضد ليبيريا غادي يكون توا في التصفيه ديال كان 2023 نهار 13 في يونيو على الساعه 8 بتوقيت المغرب، وهذه المره في الدار البيضاء على مركب محمد الخامس. يعني ثلاث مباريات غادي تلعبوا ان شاء الله في ظرف ديال 11 يوم، واحد اميكال وجوج رسميين. وبالنسبه للخبر الاخر اللي يخص حكيم زياش، هو ان الصديق ديالو اللي عايش في هولندا اللي هو الغزواني، اللي هو ايضا وكيل اعمال لاعبين بالدوري الاوروبيه، دار واحد التغريد عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال فيه: لا تقلقوا، حكيم سيعود قريبا للمنتخب الوطني المغربي. يعني كان واحد الامل وواحد الفرصه باش يرجع ان شاء الله للمنتخب، حيت انا خلوديت قريب يلتقي به، لكن خايف حاجه واحده ما يتهمش وياه، حيت عارفين الطابع ديالهم جوجهم راسهم قاصح كما كنقولوا. لكن كنتمنى تكون واحد التواصل لزوين، وعارفوا يتحملوا المسؤوليه ديالهم، خصوصا زياش اللي باقي في 29 عام ان شاء الله المونديال والكان، وخاصه عطى المنتخب المغربي شي حاجه. طبيعة الحال عطانا بزاف الحوايج الاهداف والتمريرات الحاسمه، لكن بغينا يعطينا شي لقب ان شاء الله، لما لا. اشبه لكم الخوت، هذا ما كان تهلاو لي فراسكم.